بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الأمسية التراثية هنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. على بركة الله متابعينا الكرام، ينطلق رابع أشواطنا في هذا المساء ومنافسات سن الكبار وتحديات شعارات أبناء القبائل ضمن هذه الأشواط العامة. مشاهدينا الكرام، شوطنا الرابع يحمل لنا نخبة من الأسماء والزملاء المشاركة في هذا الشوط. نيسان بترول ستيشن تيتانيوم في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نبدأ مع هذه الأسماء، نتابع الصدارة والبداية. هناك مع حطام على أول المراكز لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايف الشهواني من يبدأ بالبداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز. هنا حالول على ثاني المراكز مشاهدينا الكرام لعلي بن سالم بن علي آل بريص المري، بينما أتابع ثالث الأسماء. هناك والتقدم في هذه اللحظات في مسيرة الزمول تحديات الكبار. نتابع الأسماء، نتابع هذه الشعارات المتواجدة مشاهدينا الكرام في مسيرة الثمانية كيلومترات. تتابع هنا ثالث الأسماء، الأسد عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني، ومن الجانب الآخر هناك من يصن على رابع المراكز مغادر أحمد بن محبوب بن مسعود الرمزان النعيمي. وخامسا نتابع في هذه اللحظات الاسم القادم، وصول من شاهين راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، هنا قادم مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا النداء للاسماء الخمسه الاولى ونداءنا الاول لهذه الاسماء المنطلقه في هذا الشوط وهذا التواجد الكبير من ايضا هذه الشعارات، والكل ايضا يحرص على المشاركة في هذا المهرجان. أعود من حيث بدأنا، هناك مع البداية والصدارة منافسات الأقوياء تحديات البداية. هناك حالول يحول الأمور هناك إلى صالحة وينطلق بالبداية والصدارة، علي بن سالم بن علي آل بريص المري هناك مع البداية وانطلاقة حالول على أول المراكز. وحطام يتابع يراقب الموقف لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة هنا القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع الأسماء. هناك ثنائية مميزة مشاهدينا الكرام ما بين حالول وحطام، أيضا قرابة 200 متر تبتعد عن بقية الشوط. نتابع في هذه اللحظات انفراد مميز، ولكن أتابع القادم. هنا الأسد مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز، عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني هنا القادم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. الله يا القادم في هذه اللحظات شاهين راشد بن بن محمد بن قعيس هنا ينطلق ويتواجد مع رابع المراكز مشاهدين الكرام، بينما أتابع خامس الأسماء. يصل بارود في هذه اللحظات، الشعار القادم في هذه اللحظات هنا مع انطلاقة بارود. صالح بن فرج بن حسين أبا السيقان المري أيضا قادم بارود في هذه اللحظات، أحد الأسماء المميزة والمنطلقة في هذا الشوط. الله يا الأسماء مشاهدين الكرام والحضور الغفير. نتابع المنافسة، نتابع التحدي. الله هي البداية هناك
ثنائية البداية، انطلاقة السرعة هناك مع حطام، حطام على أول المراكز، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة هناك على البداية والصدارة، ولكن المتابعة هناك من حالول علي بن سالم بن علي آل بريص المري يتواجد مع ثاني المراكز. الله، ثنائية وانفراد مشاهدينا الكرام عن بقية المراكز، فارق كبير يفصل ما بين هذه الاسمين هناك على الصدارة والبداية. نتابع أيضا انطلاقة حطام وحالول هناك على الصدارة هناك، أتابع الأسماء القادمة هنا بقيادة شاهين راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري. هناك بدأت التحركات، هنا أيضا نتابع بارود صالح بن فرج بن حسين أبو السيقان يصل مع رابع المراكز وخامسا الاسم القادم في هذه اللحظات. يتواجد مشاهدين الكرام سلهود فيصل بن جابر بن سعد المرسان الهاجري ينطلق مع خامس المراكز. الله يا الأسماء، الله يا الأسماء القادمة، ولكن نتابع البداية والصدارة والمغادرة هناك. انطلاق مشاهدين الكرام وفارق كبير ما بين المركز الأول والثاني وبقية الشوط هناك. نتابع هنا مشاهدين الكرام عبر قناة الريان، نتابع أيضا هذا الانطلاق الممتاز وهذا الفارق الكبير، ولكن الأمور هناك مع شعار بن نايفة يغادر وينطلق مع البداية والصدارة. حطام هناك على أول المراكز، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة هناك على البداية والصدارة. الله، الله على هذا الاندفاع، الله على هذا الأداء هنا مع حطام. وهنا أتابع حالول علي بن سالم بن علي آل بريص المري هناك يلازم هناك مع ثاني المراكز، ملازمة أيضا ثنائية مشاهدين الكرام ما بين أيضا هذين الاسمين. ولكن أتابع القادم مشاهدينا الكرام، الله، 500 متر ما تفصل عن المركز الأول والثاني وبقية المراكز. حرك روح وتابع أيضا هذا الاندفاع الممتاز. هنا شاهين مع ثالث المراكز، وتابع انطلاقة شاهين راشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء دابان، هنا يصل أحمد بن محمد بن سعيد بن محسن، هنا يصل مع الخامس أو رابع المراكز، وخامسا من الجانب الآخر الأسد علي بن سلطان بن ناصر الحميدي هنا مع خامس المراكز. ولكن أعود مع البداية، مع الاندفاع الأول، التحدي الأول، وهذا الفارق الكبير ما بين المراكز المتقدمة، ما بين المركز الأول والثاني وبقية الشوط. هناك بقيادة حطام بتواجد شعار بن نايفة على البداية والصدارة، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة هناك على أول المراكز. ولكن أتابع حالول هنا يتابع الموقف، يراقب أيضا الصدارة. حالول لعلي بن سالم بن علي آل بريص المري، ثنائية مشاهدينا وانطلاق إلى هذه اللحظات. أسماء، أتابع أيضا ثالث المراكز، الله يا الأسد علي بن سلطان بن ناصر الحميدي هنا مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء شاهين لراشد بن حمد بن محمد بن قعيس المري، وخامس المراكز. وتابع أيضا تواجد من دابان أحمد بن محمد بن سعيد بن محسن المكي، هنا يصل مع خامس المراكز. ولكن تحركت الزمول، الكل بدأ أيضا مشاهدين الكرام، الكل قادم في هذه اللحظات. الله الله الله، ولكن الفارق كبير، الفارق كبير
كبير ما بين المراكز، الفارق هناك أن يتابع حطام وانطلاقته المميزة على البداية والصدارة. الله محمد بن عبد الهادي بترحيب بالنايفة هناك على البداية والصدارة، ولكن يتابع حالول مع ثاني المراكز علي بن سالم بن علي آل بريص المري يتواجد وينطلق مع ثاني المراكز. الله 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 الله، الجماعة قادمين، بدأت التحركات بقيادة دابان أحمد بن محمد بن سعيد بن محسن هنا قادم مع ثالث المراكز، والاسم القادم في هذه اللحظات وصل هملول أحمد بن علي بن عبد الله الحبسي يصل في هذه اللحظات مع رابع المراكز، وتابع خامس الأسماء، وتابع التقدم في هذه اللحظات. وصل مكتوب ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يصل في هذه اللحظات، وتابع الهجوم، وتابع التقدم، ولكن الأمور هناك، الأمور مع حالول، مع انطلاقة حالول على الصدارة والبداية. علي بن سالم بن علي آل بريص المري، عاد حطام، عاد حطام، الله الله الله، حطام هناك يغير، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بالنايفة يغادر، ينطلق مشاهدينا متابعين الكرام بناموس هذا الشوط. الله الله الله، الكيلو متر الأخير مشاهدين الكرام، وحطام على الصدارة غادر بالانتصار، غادر مشاهدين الكرام بهذا الناموس. الله يا بن نايفة مشكور على هذا الأداء والانطلاق الممتاز هنا مع حطام. حطام مشاهدينا متابعين الكرام هنا يظفر وينطلق في هذه اللحظات بإشعار بن نايفة، ولكن أيضا نتابع الخطورة، الخطورة مع حالول، أيضا حالول قادم هنا مع اللحظات الأخيرة، الحزام الأخضر وحطام على الصدارة، حلول في الملاحقة. الله 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 يا بن نايفة، ركز مع هذه اللحظات مع انطلاقة حطام وحلول هنا أيضا مع ثاني المراكز، ولكن الأمور انحسمت ما بين حطام وحلول، حلول وحطام. الله الله الله، بن نايفة، بن نايفة هنا مع الصدارة والانطلاق الأخير والتحدي الخطير مع هذه اللحظات. حطام حطام حطام، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة هنا مع اللحظات الأخيرة. الله مشكور يا بن نايفة، من يظفر بناموس هذا الشوط مع اللحظات، اللحظات الأخيرة، حلول حلول حطام، خط النهاية، الناموس، الانتصار، حلول حطام حطام. تهانينا تهانينا، والناموس لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل حلول علي بن سالم بن علي آل بريص المري، وثالث المراكز نتابع مشاهدينا الكرام وصول، أيضا تتابعون هذا الفارق الكبير ما بين أيضا المركز الأول والثاني وبقية المراكز. أيضا توقيت مميز كان حاضرا مع حطاب. مشكور يا بن نايفة، نهنيك على هذا الناموس والانتصار. نتابع ثالث المراكز هنا مع لحظات الوصول مشاهدينا الكرام. وصل الأسد عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني، ورابع المراكز كان الوصول من بارود صالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري، وخامسا وصل مشاهدين الكرام هملول أحمد بن علي بن عبد الله الحبسي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لك يا بن نايفة على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت أيضا 12 دقيقة 31 ثانية أجزاء من الثانية، توقيت مميز مع لحظات وصول حطام. نهني محمد بن عبد الهادي بالترحيب بن نايفة الشهواني. ثاني المراكز وصل حلول ب 12 دقيقة 32 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن علي آل بريص المري. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، وهذا الفارق الكبير الذي شاهدناه ما بين المركز الأول والمركز الثاني وأيضا بقية المراكز. نتابع لحظات وصول المركز الثالث.
كان الوصول مشاهدينا الكرام من الأسد لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني وتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة وثمان ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.